Don't look back. Huh? No, not yet. It was the thought after 30 seconds. Timer. 30 seconds? That's time. That's it. Oh, that's it. Oh, that's it. Jude. I said don't mention names. Jude, why is this? So now I think now in any minute it will start to record. Okay? 30 seconds. Either 30 minutes or 30 seconds. Yes. نزل راسك. راسك اسمه أحمد. أحمد مين؟ ها؟ ديفيد. يعني الوقت توقيت رهيب. تعمل أحمد يلاقيك مش معانا. خلاص كده مش معاك. ان شاء الله تيشرت هات لي سيرمون. لا. بس. طبعا القصة المعروفة عند الرسول صلى الله عليه وسلم تمام؟ أسرى من يعني في رحلتين الإسراء رحلة والمعراج رحلة ثانية مختلفتين بس هم ايش متصلين مع بعض كونها هي نفس الحدث يعني اوكي طبعا هو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى طبعا هذا هو المسجد الحرام بيسموه الذي هو الكعبة تمام الكعبة تتوسط المسجد الحرام كل هذا بيسموه المسجد الحرام مكة اللي هي مكة اللي فيها المسجد الحرام اللي تتوسطه ايش؟ الكعبة اللي احنا بنصلي ونطلع يعني نفس الاتجاه تبعها. هذا إذا بتصلي يعني. في خلاص يا باشا خلاص حكي عليها. خلاص؟ طيب اوكي؟ طيب أول شيء أول درس نفهمه من الإسراء والمعراج إنه ايش سبب الإسراء والمعراج؟ هذا الله سبحانه وتعالى حب إنه يعوض الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما راح للطائف، تعرف القصة هاي. راح للطائف عشان يدعو للإسلام. والولاد الصغار ركضوا وراه ورموا عليه حجر وتأذى ونزل دم من رجليه فقعد في ظل جدار يعني ايش؟ يعني حيطة اوكي؟ حيطة خبز صغير تمام؟ قعد بالظل تبع الحيطة هاي يشكو الله سبحانه وتعالى اللي صار فيه ولكن انتوا شوفوا ايش الدرس اللي احنا ممكن نستفيد فيه؟ انه لما هو راح دعا للاسلام تعرض لأذية فانت لازم انت تعود حالك من هلا ودام انك انت صح وبتقول الشغل الصح اتوقع أذية ليش؟ لانه هيك هو البشر الدنيا هيك فانت اذا تعرضت لأذية هو لجأ لمين؟ لجأ للواسطة؟ لجأ لأبوه؟ لجأ لجاره؟ لجأ لواحد واصل؟ لا لجأ لمين؟ لجأ لالله سبحانه وتعالى فهو بدعي دعوة للإسلام اتأذى فلما قعد بينه وبين نفسه ما قال والله لا أوريهم بس أنا خليني أكون جيش وارجع الطائف عشان إيش أبيدهم لا هو شو سوى الرسول صلى الله عليه وسلم طبعاً يعني أنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا بتلازم إيش أوكي شو سوى ارتاح هيك شاف في جدار في ظل فهم إيش رفع على الظل هذا وشكى الله سبحانه وتعالى تمام إنه شوف شو اللي عم بيصير فيه فحب الله سبحانه وتعالى إنه يكرمه في الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج هاي الرسول يعني الله سبحانه وتعالى أكرم الرسول صلى الله عليه وسلم بهاي معجزتين هي الإسراء والمعراج فهذا أول درس إحنا ناخده إنه لما نتعرض لأي أذية لما أنتوا معاكم الحق لازم تتقبلوا حتى لو يعني صعب عليكم حاولوا إنكم تتقبلوا واللجوء إلى الله في حالة إنه إحنا إيش متضايقين من شغله مهما كانت أوكي طيب فمن وين بدأت الرحلة؟ هو كان ببيت بنت عمه تمام؟ ليش ما بدأت الرحلة من هناك؟ ليش من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ ليش؟ هذا بفرجيكم أهمية المسجد أهمية المسجد المساجد هلا يمكن واحد ما بروح إلى صلاة الجمعة بس تمام؟ فأنت لا يعني كولد أنت المفروض شباب وين شباب هون أوكي؟ المفروض أنت تحط المسجد بنظر الاعتبار صعب طبعا مش شرط يعني 5 صلوات بالمسجد بس انا بالنسبه لي صعب علي انا بالمدرسه هون والله انا اروح المسجد بس وانا مروح والله ابدا صرت السياره وبنزل بصلي كلها 1/4 ساعه بعدين بكمل اوكي
صلاة الفجر طبعا صعب علينا نروح، لكن بالشتاء بصير توقيت صلاة الفجر، وأنا بطلع أبكر شوي على المدرسة، بصلي الفجر بالمسجد، بعدين بروح وين؟ على المدرسة. يعني أنا قصدي إذا قدرتوا حتى لو البنات، ما في مسجد للنساء، ليش نفكر في مسجد؟ هو يستحب طبعا المسجد لا يعني للرجال بس، يعني أنتم مستحب أن تصلوا بالبيت مش بالمسجد، ولكن إذا خطر على بالكم يوم من الأيام ماشيين بالسيارة، بابا واقف خلينا نصلي مثلا، مش غلط، ادخل مسجد النساء اتفرجوا، ما فيهاش شيء، والولاد يروحوا وين؟ مسجد النساء برضه، ها؟ روح على المسجد كل فترة، يعني خليها بالك، أهمية المسجد الإسراء والمعراج هذا هو ايش؟ المسجد الحرام. طبعا في هناك دابة، بتعرف ايش الدابة؟ اسمها ايش؟ البراق. البراق، ايش البراق؟ طبعا وصفها موجود، ولكن الله ايش الدرس اللي احنا بنستفيد منه؟ ان الله سبحانه وتعالى ممكن في مخلوقات احنا ما نعرفها. يعني امتى الله سبحانه وتعالى اظهر البراق؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم احتاجه. وقدراته رهيبه، يعني شوف ايش عينه بتشوف بيوضع رجله، شوف قديش سريع. يعني تخيل يعني انا اطلع هيك هون اكون هناك، شوف قديش السرعه تبعته فائق، راح جزء من الليل من مكه للقدس، طبعا المسافه يعني القافله على يمي كانت تروح شهر رايح شهر راجع، شوف المسافه، يعني بيستغرق الواحد شهر اذا راح بقافله، طبعا مش هذا الطياره ولا، بس هو راح جزء من الليل ورجع. فهذا هو الدرس اللي احنا بنستفيد منه، انه الله سبحانه وتعالى ممكن يخلق مخلوقات احنا ما نعرفها. وكم مرة هلا على الانستغرام ولا فيسبوك ولا مثلا في قاع المحيطات اكتشفوا السمكة شكلها بخوف مش عارف ايش، بتشوفوا الاخبار اللي زي هيك، انتم كل فترة بفرجيك عصفور الوان ومش عارف ايش، احنا بنقول سبحان الله، شوف كل فترة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ايش بفرجينا اياها. فهاي الله سبحانه وتعالى يعني بيخلق شغلات مو شرط ان احنا نعرفها، في شغلات احنا ما نعرفها. طيب راح وين؟ خلصنا احنا هلا؟ راح وين؟ لا وصل لوين؟ لا بيت المقدس، اسمه بيت المقدس، ايه هذا مسجد الحرام اسمه بيت المقدس. طبعا هاي صورة ثانية للكعبة، تمام؟ هاي صورة أنا اللي مصورها، كنت هناك، أوكي؟ راح أحط البروفايل باليوتيوب شانل تبعي، أوكي؟ هذا هو المسجد الأقصى، لا سير مو هذا المسجد الأقصى، انبال هذا، لا 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 مو هذا، في قبة هيك ذهبية، أي واحد قصكم هاي؟ لا، هذا الخطأ الشائع اللي الأجيال الجديدة مفكرين انه هذا هو المسجد الاقصى. هاي لا، هاي اسمها قبه الصخره. الصخره هذا بحكي لكم عليها. هاي القبه قبه بنوها حوالين جوات ايش؟ صخره. هاي الصخره هي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليها وارتفع في زي الاسانسير الى السماء. هذا هو المعراج. هذا هو المعراج. فايش بيسووا؟ الخطه هلا انه ينسوا الناس، ينسوا المسلمين المسجد الأقصى ويركزوا. تعال شوفها بالرزنامة، كالندرز بالرزنامة بتلاقي قبة الصخرة، بقول لك المسجد الأقصى، هذا غلط، هاي قبة الصخرة، أوكي؟ هذا هو المسجد الأقصى، هذا هو اللي بإسرائيل هلا، المفروض فلسطين، واللي عم بحفروا تحتيه عشان يهدوه، والحمد لله الله سبحانه وتعالى لاطف لهلا ومش عم بيصير في شيء. هذا هو اللي بتسمع والله منعوا الناس يصلوا الجمعة والفلسطينيين ايش سووا زي المظاهرات. هذا هو أساس أرض الميعاد اللي هلا إسرائيل خايفة عشان يوم القيامة بيقولوا إنها من بلاد الشام من هون، خايفة لهلا بدهاش تسلموا للفلسطينيين ولا للمسلمين من أكثر من 70 سنة. هذا كان أولى القبلتين. يعني ايش أولى القبلتين؟ يعني احنا هلا احنا هنصلي نتجه باتجاه الكعبة، صح؟ كانوا أول ما بدوا يصلوا كانوا يصلوا باتجاه ثاني، مو باتجاه الكعبة، باتجاه إيش؟ باتجاه مسجد الأقصى، اللي هو أولى القبلتين يسموه. يعني تخيلوا كنتوا أنتوا لما تصلوا نصلي باتجاه المسجد هذا، شوف قديش وزنه بالنسبة للإسلام والمسلمين. هلا إحنا تحت إيش؟ الاحتلال، أوكي؟ والإعلام بيحاول إنه يلهيكم. هذا قبة الصخرة، فيها الصخرة جوا اللي ارتفعت ورفعت الرسول. ايش الدرس اللي نستفيد من هذا؟ أهمية المسجد الأقصى. ايش معلومات أنتم بتعرفوا عن القضية الفلسطينية؟ ايش معلومات أنتم بتعرفوا على المسجد الأقصى وقبة الصخرة والفرق بيناتهم؟ تقدروا تميزوهم لما تشوف الصورة؟ الكعبة، اوكي.
تقدر تميزوا برج دبي، تقدر تميزوا برج ايفل، صح؟ طيب لهلا في ناس وفي طلاب يمكن كبار ما بقدروا يميزوا بين المسجد الاقصى وقبه الصخره، مفكرين هاي هي المسجد الاقصى، وهذا خطا شرعي. فلليوم سبحان الله ناس هذا الدرس اللي احنا نستفيد من المعراج انه نميز انه هذا هو. طب شو سوى فيه؟ انتم بالقصه بعد ما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في كل الانبياء، صح؟ بشكل وين صلى؟ هون. فاهميته كانت اولى القبلتين، فاهميته كبيره. طبعا هاي الصخره من جوا، هاي هم بينها في صوره ثانيه، هاي هي الصخره ولهلا عليها علامه رجلتين للرسول صلى الله عليه وسلم عليها، بس ما اعرفش. طبعا هم شو سووا؟ هم بنوا المبنى هذا حواليه، وهي لهلا مرتفعه بس جزء منها مرتفع هيك فوق. لا بس هم شو سووا؟ حطوا قواعد خايفين توقع باي لحظه، حطوا قواعد. فلو انت دخلتوا بتشوف ايش؟ لا عمي هاي مش مرتفعه، هم بدهم يمسحوا المعجزه هاي، بدهم مش انه الجيل اللي طالع هذا يعرف انه لهلا هاي الصخره طايره، فحطوا قواعد. فاي واحد يدخل لا لا هاي قواعد مبينه، يعني لو نزلت تحت حاطين اعمده صعب عليك انك تميز اذا هي طايره او لا، لانه لما تطلع هيك مش حتقدر تميز انها طايره مع انها طايره لليوم. وهي برضه استمراريه المعجزه، اوكي؟ وهي قبه الصخره من برا، هاي الصخره هون تنزلها من هون، وهي الاعمده والديكور، وهي وطبعا ضربوها بال 87 و86 مش قادر اتذكر، والملك حسين المتوفى هو اللي تكلف بتصليح القبه هاي ودفع كل شيء عشان ترجع زي ما كانت. هاي الصخره هون اللي ارتفعت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج. وهذا الفرق بين قبه الصخره هي المسجد الاقصى. هي المسجد الاقصى. على فكره لما وصل البراق، طب خلص نزل الرسول صلى الله عليه وسلم البراق صح؟ طيب بده يدخل هو سيدنا جبريل، صح؟ اوكي شو سوى بالبراق؟ تركه؟ لا ربطه في حلقه موجوده هون بسموها حلقه الانبياء. حلقه ربط فيها البراق، طب البراق وين حيهرب يعني؟ يعني انا ما انزل من حصان بربط الحصان عشان ما يروح، صح؟ طب هذا البراق وين بده يروح؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ربطه؟ بيعلمنا انه ناخذ بالاسباب. ما انزل انا واترك سيارتي شغاله واقول ليه بسرعه تلحق، صح؟ ما يكون علي امتحان الاسبوع الجاي وانا العب واقول يلا مش مشكله، لا ناخذ بالاسباب. انت ادرس صلي وسوي الصح وبس. طبعا هاي الانسان انا درست ورسبت بالامتحان ما لكش دخل. الله سبحانه وتعالى مثلا هلا بدعوكم والله صلوا، لازم تصلوا الصلاه، والصلاه مهمه والصلاه. الله ما راح يحاسبني والله فلان صلى ولا لا، الله حيحاسبني دعيت للصلاه ولا لا. انت اليوم ما لكش دخل بالنتائج. فانت اربط والله انطفيت سيارتي وسكرتها ونزلت رجعت لقيتها مسروقه، انا ما لكش دخل، الله ما راح يحاسبني. ما اترك الابواب مفتوحه واترك موبايلي ولا اترك شنطتي واجي اقول لا. فالاخذ بالاسباب، تدرس وتشتغل والارزاق على الله والنتائج لله سبحانه وتعالى. برضه هذا درس من الدروس اللي نستخدمه. فربط البراق هون عند المسجد الاقصى، بعدين هون ارتفع للسماء. طبعا انا ما بهمني طبعا بالسماء الاولى شاف سيدنا ادم، بالسماء الثانيه لا، بس شوفوا باخر سماء اجى جبريل عليه السلام. توقف توقف، يعني هم بيطلعوا، وقف جبريل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كمل انت. طبعا في ناس ايش بقول لك؟ بقول لك ما هو عشان ملاك وفوق الاشعه، فالاشعه البنفسجيه مش عارف بتحرق. لا 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 ما في معنى الحكي هذا. كل واحد له مقام بالنسبه للملائكه. شوف انتم مش فاهمين الملائكه كيف مقامه ومستوى ايش؟ السماء السبعه وقف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كمل انت. ليش؟ لانه لو كمل بكون عصى الله، الله سبحانه وتعالى اعطاه اوامر وقف هون وبس. وكمان شيء ثاني، لما طلع على السماء الدنيا طرق باب السماء، الرسول يعني سيدنا جبريل دق الباب. شو هذا؟ دق الباب؟ طب ما هو معروف بالسماء سيدنا جبريل، ليش بدق الباب؟ ادب الاستئذان. احنا بنتعلم من هذا ادب الاستئذان، قبل ما تدخل الصف بتدق الباب، ما بتفتح بتدخل. دخلت على بيتك، دخلت على غرفتك، دخلت على غرفة ابوك او امك، لازم تستأذن. ما بصير تفتح الباب وتدخل. غرفة أخوك، غرفة أختك، لازم تستأذن. هذا بنشوف سيدنا جبريل ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وداخلين على السماء الأولى طرقوا باب السماء. طبعا إذا هذا بنعرف إنه السماء لها يعني درجات ولها أبواب كمان،
وبنيت السماء، السماء بنيناها. طرق باب السماء قال له من؟ ايش قال؟ انا افتح شوف مش عارف. لا ايش قال؟ قال جبريل. فانت رايح لصاحبك رايح لاي حدا مين انا؟ دائما بتصير صح؟ مش انا؟ انا لا في ناس انا مين؟ افتح خلصني هو هيك. لا لازم تقول اسمك ومين معك. فهذا ادب الاستئذان من نستفيد منه بالنسبه لاسراء المعراج انه طرق باب السماء. وطبعا كلام طرق السماء الاولى بده يكون طرق السماء الثانيه والثالثه وهكذا. المهم لما طلع فوق شو اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم طلع لله سبحانه وتعالى وايش الله له؟ شو الهدف من اسراء المعراج؟ ايوه بالضبط. اول شيء كانت 50 صلاه، كانت 50 صلاه. نزل عند سيدنا موسى، سيدنا موسى ايش بقول له؟ قل ارجع الى ربك واساله التخفيف فان امتك لا تضيق ذلك. يعني انا عارف انا امتي هو كان الديانه اليهوديه سيدنا موسى ما راح يستحمل 50 صلاه. يعني 50 صلاه تخيل لو 50 صلاه احنا هلا الساعه كم؟ الساعه 1 ونص. يعني احنا هلا المفروض من 50 صلاه نكون مخلصين كم؟ 21 22 تخيلوا اذا باليوم 50 صلاه. فطلع صار الله سبحانه وتعالى ايش ينزل له 45 40 صلاه كمان. حتى لما نزل قال له كم؟ قال له 5. قال له ارجع الى ربك كمان لانه امتك ما فيش فائده برضه 5 اللي احنا هلا بنقول اوف 5 صلوات باليوم تمام؟ فايش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له؟ قال له رجعت الى ربي حتى استحييت خلاص بكفي. يعني انا طلعت 45 نزل 40 30 بعدين 30 25 20 15 خلاص بكفي لا اكثر من هيك ما بقدر. فبعلم نتعلم انه الحياه نستحي شوي خلاص. يعني احنا بنعرف اذا حبيبك عسل تحزن لا اذا طلبت مره مرتين خلاص في شويه حياه في شويه يعني تعرف السنسر يعني تعرف السنسر دو نيو سنسز تو ماتش. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم منه ايش الحياه بالدين تمام انه خلاص طلبت منه مره مرتين ثلاثه خلاص بكفي مثلا اوكي. طيب اجى سيدنا جبريل واعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ ثلاث كبايات الاولى فيها لبن والثانية فيها مي والثالثة فيها ايش؟ خمر تمام؟ هلا الأسئلة على الحلوة، طب سير كان في صينية؟ طب كيف هو اثنين مسكين؟ طب هم ثلاثة؟ طب مين كان بالنص؟ طب اللبن هون ولا؟ سيبك ما تسألوا هيك أسئلة. بيجي واحد يقول البراق سير البراق إله ديل كان؟ إله ديل؟ معلش مش قادر. طب يعني طب كيف عينه؟ طب ظهره كيف عامل؟ طب رجله زي الفيل؟ طب كيف يعني في له زي اللون؟ زي الحصان يعني؟ هاي الله سبحانه وتعالى برضه احنا بنتعلم انه شو ما يصير بالسيره النبويه لازم نتقبل. يمكن لناس ثانيين هذا كلام فاضي، هذا كلام مش منطقي، بدك تقنعني هلا انه في شيء بعالمك انت ومعرفتي انا حسب معرفتي بالنسبه لي انا مستحيل الاقي لهلا الانسان ما اخترع شيء بحيث انه لما انا بس عيني توقع عليه اخذ خطوه واحده اكون عنده، بس الله سبحانه وتعالى قدراته قادر على كل شيء. ما لا نهايه صح؟ قدر انه يسوي هالشغله. فثلاث اللبن خذها زي ما هي وبس، ما تخلي الشيطان يلعب بذهنك وبعقلك، طب كيف؟ طب اقنعني، ما في، خلص. ثلاثة، هو امتدت اوتوماتيك سبحان الله الفطرة، الرسول صلى الله عليه وسلم على طول راح للبن. تمام؟ بما معناه قال له أحسنت الاختيار، يعني لو كنت أخذت المي لغرقت أمتك، ولم لو كنت أخذت الخمر لغوت أمتك. فسبحان الله الفطرة. فحب الواحد يكون ايش؟ الفطرة. تعرف ايش الفطرة؟ الفطرة انه انت تكون اوتوماتيك هيك بتسوي الصح من غير ما تعرف انه صح. يعني خلي واحد مثلا يتولد بالصحراء ويتربى بالصحراء لا بعرف لا دين ولا ما له شيء تمام؟ ويجي يشوف ايش وسخ مثلا هي وسخ لحاله هيك لحاله من غير دين يقول له مثلا صح او غلط تمام؟ مسلم او غير مسلم. الفطرة انك تسوي الشغل الصح من غير تفكير. يعني لا هو ما بصير لا عيب اسوي لا مش عيب اسوي وهكذا. هاي هي الفطره. والرسول صلى الله عليه وسلم مد ايده وين؟ على اللبن سبحان الله حسب الفطره وحسب ما الهامه هذا. فالحمد لله خلصت نزل لحدت 5 صلوات بعدين صلى فيهم. هل يجي واحد يقول طب سير اذا هلا لسه هلا الله سبحانه وتعالى فرض الصلاه ولسه ما تعلم الركوع والسجود ايش صلوا؟ ايش ام فيهم؟ مش هيك في اسئله ممكن تخطر؟ الصلاه الابراهيميه كان يسموها النوع سيدنا ابراهيم الصلاه الابراهيميه. ايش هي الصلاه الابراهيميه؟ اللي احنا بنقولها بالتشهد هاي لا الصلاه الابراهيميه
له لو انت نبي كان اطلع السماء وانزل. قال لهم انا طلعت ونزلت برضه فيش فايده. ف ما في فايده يعني. فتحاولوا تقنعوا، وهذا شو الدرس، تحاول تقنع اي حدا باي شيء مش مقتنع اساسا ضيعش وقتك، ما تضيع وقتك. المهم قالوا له طب ماشي، انت بتقول انك رحت هناك، اوصف لنا بيت المقدس، بيت المقدس اللي هذا كله اوصف لنا اياه. ورقه. طب اوكي انا رحت اول مره وبعدين رحت زي بحلم هيك، او رحت ومش متاكد. طب كم عمود فيه؟ طب كيف السقف؟ طب كيف الصخره؟ طب وين المسجد؟ طب وين؟ وقتها لسه انا كان مش مبني طبعا اي صخره، بس انه ايش اوصف له؟ اتورط. فسبحان الله، طول ما انت مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى راح ينصرك لما تحتاجه. فايش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرفع لي الله بيت المقدس، اقلبه كفى ما شاء. هيك كيف احنا 3 دايمنشن شيك هيك بنتطور، بتشوف الافلام اللي يعني طالع هون وطالع منها اشياء، زي النيون الازرق. سبحان الله يمكن نفس الشيء. فصرت اقلب بيت المقدس واوصف لهم اياه، العمود الفلاني المكتوب الفلاني. وجدت قافله وسالوها من هناك، قالوا له نفس اللي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما صدقوا. ولا ما بتعرفش هذا. وكمان شيء ثاني، راحوا لسيدنا ابو بكر. ايش قالوا له؟ تمام؟ شوف صاحبه شو بقول؟ بقول قال راحوا اجا وبراخ ودنيا وطلع السماء وطلع. فايش قالوا له؟ قال له لسه اليوم الاستاذ حكاها. وقد قال؟ ان قال فقد صدق. ليش؟ لانه هو انا صدقته بخبر السماء. واحد بيقول لي انا جبت من الله وجبت قران وجبت كذا، لما يجي يقول لي رحت على بيت المقدس وجيت، قال له لا. واحد بيقول انا نبي وجبت من الله وقران وملائكه وصدقته، لما يجي يقول لي والله رحت على بيت المقدس ورجعت بدي اكسب، ولا شيء. هذا مقارنه، شوفوا وين واصل من الثقه بالصديق، شوفوا هو وين واصل من صديقه شو حكى له وهو مصدق صديقه ايش. فايش الدرس اللي بنستخدمه؟ اول شيء اللي جاي يحكي لك شغله، شو الهدف؟ فلان حكى عنك، فلان حكى، شو الهدف ان انا اجي اقول لك فلان حكى عنك؟ قل له طب هذا مش هو صاحبك؟ يحكي لك مش مشكله. بينك وبين صاحبك انت روح قل له، تعرف روح قل له، تبقاش تحكي قدام حدا اجى حكى لي انك انت حاكي عليك. صاحبك عز عليك تنصحه برضه، شوف مش على طول تقلب. ثاني يوم صباح الخير، صباح الخير، السلام عليكم. لا وصلنا انت شو حكيت عني. ما تتسرعوا، ما تتسرعوا. واذا كنتوا انتوا بموقف وبدك انت تحكم، لازم تحكم بالصدق. حط العاقبة على جنب، لان الله سبحانه وتعالى حيحاسبك على حكمك هذا. صاحبي غلطان، بدكش تقول غلطان صح؟ خليك ساكت. صح ولا لا؟ خليك ساكت. اذا بدكش تزعله، على الاقل خليك ساكت. حتى لو رايك انت مخالف خليك ساكت. المثل يقول ان لم تكن ورده لا تكن شوكه، وياك هيك خلص خليك ساكت. انصحوا بينك وبين نفسك، بينك وبين يعني. اوكي؟ فهذا هو راح لصاحبه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون يشوف، بدون ما اعطينا بعض. Can you check if it's my work better? You can laugh now, do whatever you like. او انك انت تنام، روحك طبعا تطلع من جسدك وانت نايم، اخذتوا هذا الاسلام؟ فهم بالضبط، فهم فكروها هيك. فاكبر دليل، اكبر دليل انه هذا مش حلم، ايش هو؟ تخيلوا؟ لا، البراق. شوف هذا برضه اقولكم ليش؟ هذا لو كان كان حلم روح يعني، هلا في روح بدها تركب براق، في روح؟ طيب في جسد لحاله هو نايم، جسد لحاله، جسم لحاله يركب براق لحاله. فاذا كان رحله الاسراء ايش؟ بالروح والجسد. يعني عرفت كيف؟ فاي واحد يجي يشككك بشيء اعرف، حتى لو ما خطرت على بالك الفكره، اعرف انه الله سبحانه وتعالى له حكمه من اقل تفاصيل، حتى ربطه البراق، حتى اللبن والخمر والمي، حتى طرق الباب، كل هذا دروس لنا. احنا ايش هذا الشيوخ؟ وعرج النبي وذهب، مش بهمني انا فهمت والله. طلع براق وراح من المسجد الاقصى، راح المسجد الحرام. سوري، من المسجد الحرام راح المسجد الاقصى، لخبط معك. وهناك حط البراق على جنب ربطه وراح طلع بالصخره عرج ورجع. مش هذا هو هذا الدرس اللي بدنا نستفيد منه؟ والله عارفين القصه، افتح اي كتاب سيره
حتى نفس الكلام بحكي لك اياه. اوكي، بس ايش هل احنا استفدنا منه؟ اول شيء استفدناه كان الدرس ايش، انه الواحد يلجا لله لما يصيبك اي مكروه، تلجا لله، الله بكرمك، الله بعوضك، بعدين ان شاء الله الاسراء والمعراج، بعدين رجع والله سبحانه وتعالى نصره. يعني انت اي وقت انت متورط ومعاك الحق، الله سبحانه وتعالى ما راح يتخلى عنك. تعرف ليش؟ لانك انت ما تخليت عنه. فاعرف انت باي موقف حتلاقي الله سبحانه وتعالى معاك بساندك وبذكرك باشياء انت كنت نسيها. فاثناء النقاش اه صحيح اليوم الفلاني الساعه الفلانيه الحصه الفلانيه بتذكر، لما انت مفكر حالك انك انت تذكرت اه بفكركم فاهم يعني انا لحالي، لا والله هذا الله سبحانه وتعالى ذكرك باشياء تحتاجها في نقاشك الحاد مع حدا انت مظلوم منه. تمام، هذا بالاخير. فرفع الله سبحانه وتعالى ايش النزول اقصى عشان انه يشرح. في اي questions؟ نو خلاص اكيد. طيب في شغله ثانيه، اثناء دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع على جنب، كانوا غير المسلمين الكفار كانوا يوقفوا على حدود مكه، واي قافله جاي دربالكم في واحد اسمه محمد مجنون هذا مخبوط بعضي على راسكم دربالكم، فبدخل الناس يجي هو يدعوهم يقول لهم انا محمد. اه وانت اه لا ابعد عنا انت مجنون تبعي صح. طيب في واحد رايح جاي للقافله، هاي قصه ثانيه يعني، بس عشان وقفوا على الحدود قالوا له، فدخل شاف محمد هذا رجع راح على بلده ورجع، كل ما يدخل بقولوا له. فهو هذا ايش بيستفيد من هذا؟ هو قال ذبحوني هذول محمد ومحمد ومحمد، خليني اعطيه فرصه مره بس اشوف شو بحكي، بلكي اقتنعت، بلكي اللي بحكيه صح. لازم نعرف المفروضين السنس هذا، شفت السنس هذا مش موجود معهم. اي وظل لحظه شو بحكي انا؟ ال ايوه. فهذا هنا اوكي، فهذا ايش قال؟ خليني اسمع هو شو بقول. طيب انا قصدي من هذا الدرس ايش؟ انه بالرغم اللي صار مثلا بنيوزيلندا اذا سمعتوا درسي، الهجوم على الاسلام احيانا بفتح عقول ناس ثانيه تقول لك مين الاسلام هذا؟ ويجوا ايش يستفسروا عني. وصدقوني اغلبيه الناس اللي بتستفسر عن الاسلام بدخلوا فيه، لانه بشعروا انه هذا هو الصح. تعرف تحط الصوت هاي برا؟ طلع على صوت الفيديو. هذا الرجال دخل صار شوف وين، شوف هو صار وين محمد؟ وين محمد؟ اه شافه. اوكي؟ قال يا محمد ماذا تقول؟ شوف بس قال له انت شو بتقول؟ ذبحوني قال له شو بتقول؟ قول انت وانت وانت. تعال هون انت شو بتقول؟ بتعرف شو قال؟ قال شيء احنا كل جمعه بنسمعه بس ما بنعرف من وين اجى. بتعرف شو قال لهم؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كملت من غيرها؟ لا 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 عين لك انا. هيك بدنا نقول شيء. فايش قال الرجال؟ تمام؟ قال هيك قال بالضبط. قال ماذا اقول؟ هيك هو. قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمد عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه ومسح الغمه و هل انت بتقرا؟ لا وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا ظالم هالك. هلا السؤال، انتم بتعرفوا تحكوا هيك؟ لا. طب ليش لا؟ ليش انا لما بدات صار في سكينه؟ ليش؟ امتى حيجي اليوم اللي انتم ممكن تحكوا اللي انا حكيته وتزرعوا السكينه في قلب اللي بيسمع لي؟ لا بدكم شغله، لا حفظ ممكن تحفظ اي شيء بدك اياه، بس انت بالذات لما كنت اقول لك لما تقرا القران بالانجليزي شو؟ ترى القرآن كل مرة بشوفه بقولها from the heart، حتى لو كان بالإنجليزي from the heart. فأنت احفظه سمعت إن الحمد لله نحن نقول لا، بدك تحكيها بطريقة تخلي اللي قدامك يشعر باللي أنت شعرت فيه. طب خلاص لما نحس فيه بالضبط. فأنت من هلا ابن الإحساس هذا. إيش رد الرجال قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. على طول طبعا كنت سد نص الحكي.
الأربعة. هذا طبعا على كثرة والحمد لله. Okay, any questions? خلاص. Yes. صحيح.